20 مليار دينار هو مبلغ التحويلات لدعم القطاع الفلاحي، خصصه مشروع قانون المالية لسنة 2024، منها 14 مليار دينار لضبط المنتجات الفلاحية الواسعة الاستهلاك، إلى جانب تخصيص 4 مليار دينار لدعم تنمية الاستثمار الفلاحي والآلات الفلاحية، و2 مليار دينار لتعويض معدلات الفائدة للقروض الفلاحية. أجهزة ضبط الإنتاج الفلاحي خصص لها أيضاً 12 مليار دينار المتعلق بمنحة إنتاج الحليب الطازج وجمعه وإدماجه. هي إجراءات وتدابير استباقية لكبح أزمة الإنتاج والكساد. فهل ستكفي هذه الإجراءات؟ أظن أمام هذا المبلغ اللي خصته الحكومة قليل، لهذا يجب رفعه، وكذلك هذا الجهاز يجب تسير تاعه يكون أكثر شفافية، لأن هذه بكل صراحة أقولها والأسف أنه كان هناك فلاحين إلى غاية اليوم عندهم منتوجات قدموها لهذا الجهاز منذ فوق العام وما زالوا ما تحصلوش على المستحقات تاعهم فيما يخص هذا الجهاز. لا تزال بعض المحيطات الفلاحية بدون كهرباء، هذه الطاقة التي ضيعت علينا فرصة رفع الإنتاج. مشروع قانون المالية لسنة 2024 يخصص أزيد من 36 مليار دينار لتسريع من وتيرة التزويد بالكهرباء الفلاحية للتخفيف من تكاليف المولدات الكهربائية التي لا تزال تشتغل بالمازوت بسبب التأخر الفادح التي شهدتها العملية. المشاريع خاصة ربط المحيطات الفلاحية بشبكة الكهرباء، أولا هي تعبر عن إرادة قوية والتزام صادق من السلطات العليا للبلاد لإنعاش الاقتصاد الفلاحي ومرافقة الفلاحين وتذليل الصعوبات. نظن تخصيص هذا المبلغ 36 مليار دينار جزائري قليل، لأن المشكل الفلاحة عندنا في البلاد هو الطاقة، حيث أن الفلاحين يعتمدوا كثيرا على مولدات الطاقة أي بالمازوت، وهي تكلفة تزيد تكلفة الإنتاج وما يؤدي إلى ارتفاع في غلاء المنتوجات، وهو ما يؤثر على المستوى المعيشي للسكان. لهذا نطلب بتوسيع هذه المحيطات، توسيع ربط هذه المحيطات خاصة بالجنوب الكبير. إجراءات تشريعية ينتظر منها ضبط الإنتاج والرفع من المردودية، خاصة ما تعلق بالمحاصيل الاستراتيجية والشعب الأخرى، بما يمكن البلاد من تأمين غذاء الجزائريين والاستغناء عن الباخرة.